أما شفت هالمبنى ما أدري اللي جذبني أول شيء مكتوب عليه إدحي موت وعليه إشارات أمازيغية. حجمه صغير. أوكي هما هنا عنا الآن في جماعة إدحي موت، قرية صغيرة سمينها. لاحظوا الرمز الأمازيغي اللي فوق، ما ماني عارفه، بس كتابة أمازيغية وجمعية إدحي موت. قرية مبنية، بيوتها بالصخور والمكسية باللبن. طبعا هذا البناء القديم، البناء الجديد موجود وإلى قمة الجبل اللي هناك على اليمين. شوف في بيوت، في برج اتصالات، لكن يلا علشان إدحي موت.